السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معكم واحد الفلوك اليوم إن شاء الله المتتبعين ديالي. المهم الإخوان غنعملكم واحد البلوك، غندخل في الدخلة درينكون، غنخرج مع الكاف، من الكاف من هذاك المطاط القشوع، التعاونية الحليب كولينور. خليكم معايا وإن شاء الله يعجبكم الفيديو، وشكرا على الدعم ديالكم، وراكم عزازين بزاف بزاف ماشي شوية. المهم أخواتي أنا رجعت عندكم. المرة اللي فاتت البلوك اللي كانت طالعة عن رياض العشاق في تطوان، وهاد المرة قلت نبداه من هنا، ولكن ما غنمشيش هيدا، غنمشي طريق اخرى، طريق ديال سكات الحديد مي كان كيجوز طران اللي كان كيوصل حتى لسمتة، ولكن حيدوه ورجعوا من تما قنطرة، ما بقات عندها حتى شي جمالية. القنطرة كانت مزيونة قبل مي كان كيجوز منها الطران، ولكن دابا غادي نوري لكم كيفاش رجعت القنطرة. وخليكم فوت، غنطلع هيدا غنطلع هيدا، وخليكم ماشيين معايا حتى نوصلكم تعاونية الحليب كولينور، حيت باغي نشري من تما الجبن، عندهم ديك الشيء طري ومزيون، وخا الثمن مناسب مناسب، ماشي غالي ولكن مناسب. المهم اخواتي انا وصلت معكم، هذه الحومة اللي عندنا مسمية في الرينكون حومة الكورنة، كانت عندنا واحد المجزرة اللي هنا عليها تسمات بحومة الكورنة. المرة اللي فاتت اخواتي طلعت معكم في هذا الشارع، ولكن هذه المرة يمكن غنمشي في هذا الشارع، غنطلع في الدروج. انا غنوري لكم ما طلعت المرة الاولى. سكوتر هاي. المهم ما طلعت له البارح، دابا غنطلع اجي راهي انا اجي راهي. المهم اخواتي دابا غنطلع في ديك المعلمة التاريخية اللي عندنا في الرينكون، هذه المعلمة التاريخية القواصات والحجر، غنطلع فيها ان شاء الله، وغنطلع في ديك الدروج راه هما، وهذيك راه هي مدرسة الجبل اللي كاين في ديك الراس، وهذاكم الدروج اللي غنطلعوا منه. ما بغيتش نصوركم طلعة الدروج حيت عندي شويه الوقت. اخواتي قدروني علاش كنعمل الفيديو طويل، لان حاليا كنخدم على السوايع كما كتعرفوا، عليا كنعمل الفيديو طويل. هذيك راه هي الحومة الكورنة، وهذيك هي الطلعة الكورنة، واجي هيدا اجي هيدا اجي هيدا، ها مدرسة الجبل. وعند لواد الرياض مزاون هنايا، كيصلح بنادم يجي يجلس فيه، الدنيا غزالة غزالة. ارا يدك تنا جي ديجا موراي هيدا باش ما تهديكش. المهم اخواتي كاين ديك الديار راه هما، والسكن الاقتصادي، وهذيك راه هي مدرسة الجبل، هذيك راه هي مدرسة الجبل. المهم خواتي هذيك اللي هي مدرسة الجبل، وهاد الجهة هادي هي الجهة ديال الكورنة، اللي كيعرف الكورنة راه يعرف مش كان. هادي كاينة واحد المدرسة مسمية مدرسة الخوازيرمية ولا ما عرفتش الحمد لله. المهم اللي ما كيعرفش الرينكون يعرفها، هاهي الرينكون مزيونة، ولكن عندنا المسؤولين فيها فاسد. المهم المتتبعين ديال عثمان، هذه هي القنطرة اللي قلتكم عليها، القنطرة اللي كانت كيدوز منها الترن، كان كيجوز منها الترن وكيخرج من هنا، وراه كاين تصاور قدام ديالها، كان كيوصلو حتى لسبتة. غنحاول ما امكن نقربها لكم، ها هي. واش عاد نقول لكم اخواتي اللي كتبعوني، والناس اللي كنت معاهم قدام، وكندخل عندهم كاملين وكنفتش عليهم، كنفتش عليهم واحد مورا واحد، وما كنجبرهم، كندخل نعمل لهم التعليق في الدار ديالهم، وكنقول لهم انا عثمان، ولكن شنو كيعملوا لي؟ الكراسون، كيعملوا لي الكراسون، ما عندكم ما تعملوا، هذا واحد الدنيا.
انا بيدي خصني اللي يعاونني دابا، ومع ذلك غنساعد الناس. المهم اخواتي الضربه ما طيحتنيش، ولكن جابت لي شي حاجه تمارا. ولكن انا اخواتي كنتسنى ما غنوصل لك 1000 ابوني، وما كاين لك ما غير الحفلات، وان شاء الله غادي نوصل بهاد القناه حتى هي. والتجربه راه خديناها كبيره من القناه القديمه، وراكم عزاز 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 بزاف بزاف ماشي شويه. ونقول لكم اخواتي مزيد من الحذر، لان فيروس كورونا راه كاين، ومنادم يحاول ما امكن على الاقل يعمل التباعد التباعد التباعد. وخليكم مع القنطره التي توجد في مدينه المضيق، وكانت في العهد القديم كانت سكه الحديد، كان يجوز القطار من هنا ينطلق كما اظن من تطوان ويصل الى مدينه سبته محتله. ولكن كما كتعرفوه اخواتي لو كان باقي القطار هنا، لو كانت منطقة أو مدينة سياحية من عيار الطاقم، ولكن ما كيجيو الناس اللي كيخطوا عنا. كيعرفوا كما كتعرفوا أنهم كيخطوا مزيان، ديما كيحاولوا ما أمكان يفسدوا الحاجة، علاش ما نعرف. إخواتي بغيت ندخل معكم في القنطرة، أنا هاد القنطرة ما كيعجبنيش ندخل فيها، أولا نطلع من فوق. اخوان زعماك الصراحه بالله الدخله في هذه القنطره راه خايفه، انا ما كتعجبنيش دائما دائما ما كتعجبنيش. ما تبقى اخوان دخلنا في هاد القنطرة خطر بزاف، انا تزيرت شويه شويه ماشي بزاف، خليكم معايا. اخوان سمحوا لي حتى انا تزيرت، ما بقيش اصلا دخل من هنا شي مره. كما كتشوفوا ما عرفتش علاش ممنوع، يمكن كيجوزوش من فوق كيجوزو من هنا. المهم اخواتي اهلا ماما اخواتي والله العظيم لا تزيرت بزاف بزاف ماشي شويه، اكثر ما جات ديك الكاميونه كبيره. ما عرفتش علاش كيجوزو من هنايا بزاف بيهم، لان ما كيجوزوش، واش كيقصروا الطريق ولا مع شنو. كما كتشوف اخواتي القنطره رايان ديالي مسكين ما غير خصو يتصور معايا، ولكن انا ما كنخليهش ديما، ما كنخليهش واخا كانت القناه اخرى مفعله، كنت ديما ما كنخليهش، حيت كنسمع زعما انهم الاطفال الصغار كيكونوا ممنوعين. هي هادي القنطره
تمشوا للدار ونهضروا في الخدمه. كنتمنى يعجبكم هاد المناظر الخلابه من مدينه الماضية. اليوم ما غنهضر حتى شي موضوع حتى شي حاجه، غنصوركم مغرات المنطقه وباقي غنوصلكم موطع الشغل وعاد غنوصل ديك التعاونية، ولكن ما نقدرش نصور من التعاونية حيت يمكن ماشي ممنوع زعما نعرف ما تطروش في راسك راهي. ما عرفتش سبحان الله علاش دخلت في ديك اللي دخلت في القنطرة، جاو طنوبر بالحجم الكبير هيدا حتى وقعت بزاف، انا وقع لي بزاف. هذيك راهي كاينة الدخلة ديال كابو نيغرو، وهادي الطلعة ديال مدينة الريزون كما كتشوفوها زينة بزاف. سبحان الله الاخوان، سبحان الله الاخوان، الله يسمح لنا بالوالدين، الله يسمح لنا بالوالدين، الله يسمح لنا بالوالدين، الله يسمح لنا بالوالدين. دابا كايس كيفاش على الطريق خصني ما يكوز، ما يجي يكوز مع الشجره، راه تكيت على ديك الشجره بحري هاك الشهر الصغار باش كوز الولد ديالي، الله يسمح لنا بالوالدين. خواتي كما كتشوفوا ديك الموطع راه هي الدخله ديال كابو نيغرو، هذيك مجرد دخله كابو نيغرو راه رجعت عامره بنايه اسم هذاك النوع راه هو، وهذيك راه دخله كابو نيغرو، وهذاك الحجره راه هي دوخت الناس درينكم كاملين، ديك الناس كاملين ما كيعرفوش ديك الحجره علاش عملوها تما، وانا كنقول لهم يمكن شي ريزو ولا يمكن شي حاجه ديالهم ما نعرف. المهم اخواتي هذيك هي ديك الحجره الغريبه، انتم خليكم كتشوفوا معايا، غادي نمتعكم ان شاء الله بالاحياء والدروبه والشوارع في الرينكون كامله غنصورها درب درب زنكا زنكا بيت بيت. وهذيك اللي بغرتنا راه مارتين. الاخوان غنهضر معكم واحد الحاجه على سته المحتله، ملي طلعت من تما سبته كنت كنشوف واش كاين سطوح الريزوس، لاحظت انهم عندهم الريزوس في الراس ديال الجبوله، في الراس ديال الجبوله في الراس هادي. حنايا كتلقى دابا ها ريزو، بعض السطوح كتبر فيهم ريزو. حنا خواتي دخلت لواحد اللايف البارح، واحد السيد كيشكر في المغرب، قلت لكم اخواتي البارح دخلت واحد اللايف قسما بالله بالنسبه لخواتي المغاربه اللي معانا، واحد السيد في اللايف طلع مع ديك السيده اللي كاينه في اللايف كيهضر على المغرب كانه المغاربه ما كيعانوا حتى شي حاجه، متقدمين بحقوق مستشفيات وهذيك، وانا القلب ديالي طايب وخصني الرد، ولكن ما تقدرش ترد لان غادي يسمعوا عليك وما عندك كيف تفك. من هنا الاخ وإذا تشتي كنقول لك المغرب ماشي كيما كتصوروا، المغرب هيدا وهيدا، لا مستشفيات شويه عندنا المسؤولين فاسدين، مشكله يد من الدوله عندها جميع الحاجات ديالها، ولكن كاين بعض المسؤولين فاسدين. هذا الرد على هذاك اللي كان كيهضر على المغرب كانه كيهضر على المانيا، كان انا بقيت مسخوف، انا كحسب لي كيهضر على المانيا. ساعتك عملت واحد الدوره هيدا وهيدا جبرت راسي في المغرب، قلت هذا وقيله غلط، ولكن دخلت الاخوه اللي باس ديالو جبرت انه ماشي مغربي، ما غير وقيله اللي كيشوف التلفزيون كحسب له داكشي بصح. كاين
شي حاجات مزيانين وكاين شي حاجات ماشي مزيانين، ولكن كما ماشي كما هو تصوره وعطى واحد الروينه ديال الحاجات كاينين بالنسبه للجاليه المغربيه. الجاليه المغربيه المقيمه في الخارج راه كامله عزيزه علينا، حتى حنا مغاربه عزازين علينا بزاف بزاف، وتوقع لهم شي حاجه راه كتالموا، راه هذوك اخواتنا وهما ما هما حراك لا والو. انا ما كرهتش نعيش حياتي كامل حراك، عمري ما نوقف شي مدينه، والله ما كرهت اخواتي. بعدك كيفاش حرك؟ انا نقول لكم حرك، اه انا نعيش حرك، صار على المغرب كامل ما كرهتش، بالحق خصني يكون عندي الفلوس، ومورا ديك الشيء شنو غنعمل؟ ساعات غادا نحرك من الدول، نعيش ديك المغامرات، نمشي في الباطيره ولا نمشي في الباركو، الا الطياره اخواتي، الا الطياره ما نركبش فيها، حتى الطياره ودات خسرات، ما تعدلش في الهواء، الباركو دا غرق يجي عتقواك، الحق الطياره كتهود ديرك. كتمشي تكمل العمر ديالك في المقابر، لهذا خواتي من هنا نوصيكم ما تركوش الطياره، ركبوا ما غير في البراكوس، باركو دات خاسره، هانتوما كتعرفوا، تقدر يجي باركو يا خور، تقدر تجي الطياره تهزك، حق الطياره ودات خاسره مشيتو فيها، إذا شات شي واحد، ماما خواتي هانتوما، شوفوا. خصنا تشد الجمال ديال الطرقان وديال هذيك هنايا عندنا، خصنا يكون عندنا في المستشفيات، اجي راي شو السويطار نجبرو باش يضربو لنا، هي بقات في الطرقان بقات في الشجار، واحد دي راسك لا يدور بيك الحسد يا فلان، صغارة وحسيد مات ديما كان كيقول لي اعوت من ما تجي تغني واغسل غسل غسل الحنجره ديالك باللي خيه ومرا ما تنساه، الله يرحمه عليه، الله يرحمه، الله يوسع عليه في هذا النهار، راه مات مسكين فيروس كورونا، الله يحفظنا ويحفظكم اخواتي، وحدوا راسكم اخواتي، حدوا راسكم. احنا بعدك في المغرب اسهل حاجه تحدي راسك فيها هي التباعد، تباعد مترو جوج المترو، خواتي خواتاتي خلوكم معايا، واحد المفاجاه هنايا بالنسبه للسيدات وربات البيوت، غنصوركم ان شاء الله ديك القشوع اللي كاين هنايا مع الشركه ديال الحليب التعاونيه ديال كولينور، غنصوركم ان شاء الله ديك القشوع، واللي عجبتو شي حاجه ينيش لي عليها ويكتب لي في التعليق ونصيفطها له دابا، الف مرحبا وخليكم حتى ندخل للقشوع. طوالي بحال هكا، بحال كاين طوالي بحال هذاك، ولكن هما هادشي غزال المهم نضطر نصوركم ما غراتش من الزنقة لأن ما نشري حتى شي حاجة. المهم خليكم كتمتعوا بهذا الشيء اللي كيعجبو، هذا الشيء ديال القشوع ديك الأواني ديال التراب ديال الطحين، هات الفران تشوف ما تيران حيد 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 ما صورك شي هذا فران، ها
هادشي عاوتاني هاد القصاب. خليكم كتشوفو كنصوركم مغاود عجبكم هادشي كاين مع الجهة ديال الشركة ديال الحليب. شي ديال القصاب السلام عليكم. ما ندخلش نصوركم حيت ما باغي نشري والو انا اصلا. هما هادشي معدلين عاود شكل بحال يمكن التراب ومغلب بعد. شنو قبل الكرسي؟ هادشي عاود لي كيعدلو في البركونيس وفي تكشيتك هاديك. أجي راهي عندك تخرج للطريق. السلام عليكم. المهم الاخوان واخا قلت من تما انا ما سقست لكمش في الاثمنه. هذا المقطع يتواجد مع شركه ديال كولينور التعاونيه ديال الحديد. وهذه هي التعاونيه. الاخوان ما بالنسبه ليوتيوبوز اللي كنعرفوا بعضنا مزيان اجي خلقوا لنا واحد النوع ديال المشكل هو ما كنقدروش نصوروا براحتنا، لانه واخا ما كتكونش كتصور بنادم راه كيتهجم عليك بنادم. هذا من الاحسن دابا انصق فيا بحال الخوف ديك بارانويا من كتشوف بنادم خصك تحيد التليفون. راه يدك راهي بعدية تعاونية بحديد اللي عندنا أرايا أش
السياره هي اللي عندها تغلب عليك. ما كيقولوا الإخوان احنا يا زينة حلت رزمكم ومشينا وزينا وهالدخلة درينكم. ناري يا ناري ناري يا ناري هدي ألمانيا ديال مدينة المضيق. ها 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 سيد.